أطفالنا هم ثرواتنا ورؤوس أموالنا، لنحافظ عليها ونحفظها من كل مكروه، بالتعليم، بالرعاية، بالتربية على سنة نبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. ومنها أذكار اليوم والليلة، كيف وأين نجد المناسب لأطفالنا؟ تجده لدى مكتبة الأمة في عنيزة، حصن المسلم للأطفال، صدر حديثا وفيه الكثير مما يهم أطفالكم، تم اختيارها بعناية للأطفال خاصة وللناشئة عامة. أذكار اليوم والليلة، أدعية مناسبة، كلمات تربوية، أصول الدين، تحصينات بالرقى الشرعية، توعية للأمن والسلامة، دليل الكتب والبرامج المناسبة لأطفالكم. بادر بشراء نسخ لأطفالك للتواصل